عن طريق الخطأ قام مصرف دويتشي بنك الألماني بتحويل مبلغ 6 مليارات دولار إلى أحد عملائه من صناديق التحوط. وتسبب في هذا الخطأ الفادح موظف جديد تم تعيينه في قسم الفوركس خلال شهر يونيو حزيران الماضي في الوقت الذي كان رئيسه في عطلة. تقارير اقتصادية أكدت أن المصرف استعاد أمواله من جديد في اليوم التالي، كما قام بالإبلاغ عن الأمر للمصرف المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والسلطات البريطانية.